نكبة وانتصار. اللي يحسن هنا يشو واللي يديد وقمرا. الدنيا ليلة ونهار فيها نكبة وانتصار. اللي يحسن هنا يشو واللي يديد وقمرا. غلطها مع أميرة راح تكون غلطة معانا. الدعوة راي عندك إذا جيت بنيتك راك تقعد ديما باباها. شو تهدد في أنت يا ولا واش يا؟ ولا خليتها كيما الخطرة اللي فاتوا. هي اللي جات برجليها مشينا اللي رحت لعندها. قولها له أي تقول انسب اللي عندك طفلة واسمها حياة. كينا ليبرتي ولا يا حاج غير فحت دقيقة راي بحقها ما تقول لي والو. بابا مازال ما جاش وعلاش ما عيطوش في التليفون؟ ما تقوليش نرام دراهم. شو دراهم؟ واش تخمم لو كان من دروك نرجعوا حباب. حباب وهاب غاب حسو اليومين هادو مش كي تيكون هرب على خاطر ما يقدرش يسمح في املاكو. على بالي بلي راح يظهر ولازم عينينا ما يرمشوش حتى يبان. وانت كيفاش عرفت بلي راه متخبي؟ علاش يتخبى؟ خايف يقوموا به كيما داروا مع جمال ومع شاكيب طايح. ويخاف اللي نزيد ينكشف هو ثاني. سوا سوا. اسمع بالك يكون مزور كوارطو راه يدور وحنا رانا نعمو في النشف. ما شكيتش بصح لازم علينا نتاكدوا. حقا تصور الجريمه جبتهم. ما تقوليش. تعرف خوكي ينسى حاجه كيما هذه. طب هنا حاجة تخطيني نقولي ايه الرجل المناسب في المكان المناسب سينو حاجة ما تمشي. هو يشكر روح. المهم انت تروح لدار وهاب وتتأكد باللي الوثائق راهي تما. انا من جهتي نشوف مع تصور نميز وكش ما نلقى حاجة. ما انا شوف انا من رأيي لازم نروح في الليل بس كل جماعة الاخرين ما تنساش بالك يكونوا دايرين له كامين وراهم يستناو فيها باش يقضيوا عليه هو ثاني. قريب نسيت. شوف كي تحل الكفر حوس لي وجيب لي كل ورقه تخص السيده اميره. اميره اميره او على بالي بيناتنا ميتا ميتة. أميرة كيفاش؟ واش درت فيها؟ أميرة مازالها مقلقة. كي جيت الصح تستهل
واش تحب. وهاب عرف كيفاش يلعب عليها وكلالها راسها. شوف انا مانيش نستشفى فيها ولا بصح مليح ليها هكذا تتعلم تدير في الامان في منوالها. وفوق هذا زاد سقساتني عليك بعد واش. المهم ماشي هذا اللي عيط لك عليه. صرا مشكل. مشكل غير الخير. وشنو هذا؟ قريت المبلغ. يا المبلغ قريته بصح وشنو هذا؟ هذا بعثته كاتيا مع هذا البرية تطلب مني السماح وتقول لي طلب السماح من عائلة المرحوم. كاتيا وفهمناها بصح المبلغ لشكون؟ مبلغ ليمن البنت المرحوم ليمن. بنت المرحوم معناته دراهمك رجعوا لك. دراهمي وقيل كاتيا تابت وإلا نوات التوب. شاك تهضر صاحبي الله يغفر لنا على كل حال بصح هذو ما شي دراهمي. هاك هاك والعنوان صبتو لقيتو. وكيفاش تدير تروح؟ والله ما على بالي اني خايف نروح ويقابلوني مانيش عارف. واش راح تدير انت تزيد عليها الشي اللي عليك درتو واكثر. وما تنساش ليامات هذو راهي بدات تزيد علينا المسؤوليه بزاف يعني الخدمه بدات تقوى. قرب ناكلو الطمينه ولا مازال مازال شويه ان شاء الله خويا كما ربي سهل. ما الدرهم كيفاش دروك؟ انا شريت خرجتهم يا اخي ماشي دراهمي. رقات الروح يا يوسف ما راكش مخصوص دراهم. دراهمها خلاص. نهاد. نعم. معليش نسقسيك. تفضل صبري ماذا بيا نجاوبك على كل اسئله اللي طرحها لي. وين راكي حابه تعيشي؟ فهمتك. شوف صبري انا صح مزوجه ومطلقه بصح تعلمت حاجه. الوالدين عمري ما فرط فيهم. بصح انا قلت لك وين راكي حابه تعيشي هذا مكان. في رايك صبري يماك اللي كبراتك وقراتك وصارت ليالي على جالك ورجعت كراج الله يبارك بسهلة كتسمح فيها تسمح فيها يا أختك. أنا تانيك عندي أم. أنا عارف حاجة لما الفحلة هي اللي تلف دراجلها وما ليه يا حسرة لو كان جاو قاعد يخمو كيما أنتي. الدنيا راهي بخير إيه. ولي ما يديرش خير في والديه ما يقدرش يدير خير في مرتو. بصح وراه اللي يفهم هذا الكلام. انا ام وان شاء الله اذا كتب ربي يكونوا عندنا دراري حاجه ما نحبهاش ليا ما نحبهاش لغيري. عباك بلي ما غلطتش فيك. شتي كبرتي بزاف بين عينيا. ان شاء الله ربي يقدرك يقدرك ان شاء الله ترجع لاخرها. معاك ان شاء الله. ان شاء الله. هذه الدار اللي تسكن فيها ليليا. شبيك وليدي كش ما كاين؟ كان والو ما كان والو دوك نجي عمل عربي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي أحمد منشول. نعم أحمد ماكش غلط. راني محتاج نهضر معك إذا سمحت. تفضل. تفضل. تفضل ريح. شكرا. أيوة أي الخير؟ خير إن شاء الله خير. اسمح لي أني وحدي، زوجتي وبنت خويا خرجوا يدوروا، نسيت بان سقسيك واش تشرب. كثر خيرك. لا والو والو يخصنا. يا كيما حبيت أسيدي. أي الخير؟ قبل كلش نقدم نفسي، واسمي عبد الله يوسف، أنا اللي تسببت في تلي للأسف. أنا ما كفاش اللي درتو والسحق. من فضلك راني في دارك. نعرف الأصول، وإلا سكت عليك دير في بالك مليح باللي المزية اللي تلاقيتك في داري واش تسحق. على بالي باللي كرهتوني، وأنا حبيت نبرأ نفسي مع المرحوم ومع ربي. واش تقصد؟ الحادث اللي صرالي كان قادر يصرالك ليك، يصرال واحد آخر، مكتوب ربي. تقتلوا الناس وتقولوا مكتوب. ما نجاوبكش راك في دارك وخوك ومن حقك. يا ودي زرب قول لي على واش جيت، على خاطر زوجتي وبنت خويا درك يجوا ومانيش حاب يشوفوك. ليليا. وين تعرف ليليا؟ ماشي هذا هو الموضوع اللي جيتك على جالو. المهم مرحوم قبل ما يموت خلى لي امانه. واش هي هذه الامانه؟ قبل ما نهضر لك لازم تعهدني باللي يبقى سر بيني وبينك. ونعهدك بواش؟ الشي اللي راح نقوله لك ما تقوله لحتى واحد، حتى واحد، خاصة ليليا. خطرك شراني حاب تكون صورة تعب بها نظيفة كما كانت. مازال ما سمعتش على واش راك هتقول لي. بصح نعهدك يبقى سر بيني وبينك. معليش الريح ونهضروا. تفضل الريح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حافظ، وكيفاش عطاه قلبه وغضر بصاحبه؟ جمال عمرو ما كان صاحب المرحوم، على كل حال حتى هو الله يرحمه. الله أكبر. جمال مات. متخيل؟ لا، مات في نفس المكان اللي مات فيه المرحوم. سبحان الله العظيم، شوف ربي كيف ياخذ الحق. على كل حال الله يسامحه، وانت اسمح لي أنا أخوك على المعاملة تاعي معك. ما راك مسامح خويا، أخوك ولو كان جيت أنا في مكانك وتندير أكثر منك. وكيفاش راح تدير مع ليليا؟ ليليا من نهار عرفت بلي قربت مني باش تنتقم مني لازم بعد عليها. واش دير؟
قررت نبيع كلش ونسافر. سافر؟ ايه عملت مليح، على الاقل تعيش حياتها هانيه وتبرد النار اللي في قلبها، وانت ان شاء الله يفرج عليك ربي من جهه اخرى. يعطيك صحة كريم. لا مزيان مدام. مين سحقتك معيط لك؟ إن شاء الله. قال خير الحاجة. تعال خير وليدي. والو واش خبيت في جيبك؟ يمكن والو، بعد نقول لك من بعد. واش تقول لي؟ ماشي دركا، ماشي دركا. راني نسمع فيك عمو، واش كاين؟ من بعد، من بعد ليليا انا راح نصلي بعد دي الله ربي تاوي. واش بك يا طفله؟ الصح كنتي لاباس؟ واش كاين؟ ما كاين والو عمتو. عمو برك ما راهوش مليح. عمو؟ اوه راه عيان من الخدمه. هذا ما كان. لا لا يا عمتو ما شكيتش من الخدمه. عمو راه مخبي حاجه. مخبي حاجه؟ ايه مخبي حاجه. والبارفان هذايا ماشي غريب عليا، راني شماته من قبل. بارفو اوا انت ضربتك السمشه. واش رايح نقولها؟ ما نقدرش ما نقولهاش. استغفر الله، كيفاش نقولها؟ يا ربي وقدرني يا ربي. الجرح القديم زاد تفتح. واش بك وليدي؟ من حيت اللي دخلت لهذيك الدار حوالك تبدلوا. واش تقول لي في هذه الدنيا اللي رانا عايشينها عمي ربي؟ واش نقول لك يا وليدي؟ الدنيا حاشاها العبد اللي قل خيره، اللي عنده ما هو مهني، واللي ما عندوش كيف كيف. راك شفت جمال مسكين كيفاش صارت له؟ الله يرحمه. وبنته واش راهي دايره فيها؟ ما نكذبش عليك، كانت يتيمه وباباها حي، كيما تخير.
الله يعطيها الصبر. اللهم امين. كان غير اسمع الماني جدي كان أمه ما سالوش هكذا. حياة راك حابة تجهلي واقيلا مكتوب ربي هذا نسيتي على بالي دوكا ما بقالي غير نطلب له الرحمة. الله يرحمه كلمة شابة. خلينا انا غدوة انا يحب نروح نشوف كوكي توحشته. لا نروح نشوفو عمي العربي وخالتي كريمة. وقتاش هذي غدوة؟ العام الجاي. العام الجاي عمرك مليح؟ لاباس هذا بخير. انت كي غايه؟ الحمد لله عمتو راهي بخير. هاي مليحه مليحه لاباس والله لاباس. كش ما كاين عمو؟ لا ممكن والو خيرك بخير. انا راني الحمد لله بس على حسب شوف انت اللي ما راكش مليح. لا راني مليح لاباس. تفضلي. شنو هذا؟ أقراي. استملاين. أقراي مليح أقراي. عمو هذا شيك وعلى حسب ما راني نشوف 60 مليون. واش من 60 مليون هذه؟ زيدي قراي مليح زيدي. شنو هذا عمو؟ 6 ملاير. 6 ملاير. أنا 6 ملاير. توعي هادوما؟ هادو توعك. هذا حقك، حق المرحوم باباك الله يرحمه. حق بابا؟ نعم. وشكون اللي جاب لي أنا يا حق بابا؟ ما أقدرش نجاوبك. حق بابا؟ ما تقدرش تجاوبني. شنو هذا عمو؟ هذا حق الواحد انسان محباب ربي يرجعو يقول باللي حق المرحوم الله يرحمه ورجعوا ليك. انسان يا اخي انت تعرفه؟ مازال تسقسي
ما نشرح نقول لك شكون. المهم واحد محباب ربي رجعوا باش تعرف يا كذا بلي الدنيا ما زالت بخير وما زالوا المؤمنين ما زالوا حباب ربي. أنا نخليك تصبحي على خير. صباح على خير عمو. ماشي مكتوب شكون هذا. يا ربي حتى تجيب الخير. سمعت هذه قدمتيني يا عجب رواية محل اللي تكون تحبك يا طفل محل. تحبك تحب الرجل اللي قتلها باباها. وهي يوسف أوه ليني تكرهك تكرهك. مش راكي؟ مش راكي؟ خير ما جابك؟ خير إن شاء الله. هاكي وشنو هذا؟ شنو هذا؟ قرأي المبلغ اللي فيهم بعد سقسيني. 6 ملاير؟ مازال ما فهمتش. كان واحد في الدنيا هذه قيمت 6 ملاير. كان غير ربي سبحانه اللي يرزق. شوفي يا لالا، كاين واحد الانسان جا عندنا للدار وعطى هذا المبلغ لعمي وقال له بلي هذا حقي وحب يرجعهولي. واش رايك؟ حبسي حبسي حبسي، هاد القصه ما دخلتش كاع في راسي. هاد القصه انا شفتها غير في الافلام. اما لي هاد القصه صارت لي صح يا لالا، وانا ما نكذبش عليك راني شاكه في يوسف. زعما يكون فاق لي يعني هاد. وعمك اش قال لك؟ ما قال لي والو، ما حبش يقول. ولا حيرتيني شي حير. مانيش حابه يكرهني، راني خايفه من هاد الجهه. غير تهلي، شحال مره وانا نقول لك يوسف ما يعرفش يكره. وهذا اذا كان هو. زعما كلامك صح. معلوم صح. ان شاء الله يا ربي. صحتك شدي. تضحكي. كمان وش بيك؟ ما كان والو، راني مقلق شويه برك. من وقتاش تقلق ما تقوليش؟ مانيش حاب نقلقك معايا برك. ما راكش حاب تقولي؟ يوسف، يوسف حبي يسافر ويخلي لي كل شيء. يوسف جاك جديد؟ يوسف موالف يسافر هذا المرة. يسافر بلا ما يرجع. بلا ما يرجع؟ وين ورايح؟ ما حبش يقولي. في الأول كان حاب يصفي الأملاك نتاعو كامل، ومن بعد حبني نكون أنا المدير العام والقايم على الأملاك نتاعو كامل. أنت المدير العام؟ كما سمعتي. كمال هذه مسؤولية كبيرة.
على بالي. صح مش هذا الشيء اللي مقلقني. الشيء اللي مقلقني كيفاش يتخذ قرار كيما هذا بدون سابق إنذار. ما نكذبش عليك، راني شم ريحة ليليا في الحكاية هذه. وفي رأيك هي اللي خلته يسافر؟ على باليش، على باليش. عييت 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 عييت. قدرت نفهم الناس كامل غير يوسف اللي ما قدرتش نفهم. يعني يكون يحب هالدرجة هذه؟ وعلاش ليلى؟ نسيت روحك كيفاش كنت معايا؟ هنا ما رانيش نضحك. شتني نضحك؟ الطفلة هذه لازم نجيب اخبارها من غدوة، لازم نجيب اخبارها. شكون يدري بلاك نلقاو الحاجة اللي تقدر تخلي يوسف يبدل رايه. شي هذا لو كان درناه مقبل؟ ما قدرتش. في كل مرة نقول نسقسي عليها يظهر لي مشكل. ما قدرتش الله خالد، ما قدرتش. يعني كل ما نخمم عليها ننساها تخرج من بالي. خلينا منها. يلزمني نعرف عليها كلش. الطفلة هذه حيرتني معاها. المهم غدوة إن شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا. إن شاء الله. صبري عرضك؟ وعلاش يعرضني؟ أنا مول العرس. صار هكذا عرسك وقيل يوم بعد. أديريش في بالك، أنا مونة حاصل فيها، نروح نزيد مرة واحدة أخرى. خسارة عليك. أنا نضحك برك. صبري ونهاد ربي يهنيهم إن شاء الله. إن شاء الله. أزرب دوكا نروح نشوف المسلسل. عيشك تشوفي المسلسل.
الله.